بني اهدأ، لن تستطيع الخروج إليهم مرة أخرى. يا بني، الناس يائسون من مجابهتهم، وكل منهم يتصرف بما يناسبه. وأنتم لما لا تخرجون إليه؟ سيصلون إليكم. لما تتصرفون وكأن المشكلة عند الجار الذي تسمعون صوته فقط؟ وصل، قلت لكم سيصلون. هل باب قوية لن يستطيع الدخول؟ يجب التصدي لهم. ابقى أنت في مكانك، أنت لن تستطيع التصدي لهم وأنت على هذه الحال. ومن سيتصدى لهم؟ يا شوقي شوقي للمعارك ترعدي والنار تكدف العيارات الثقيل، والله ما نرجع ولا نترددي، لا نحرق الدنيا ونشعل عشاعل بالعداء جلبنا تفقدي، خلي الدماء من جماجمهم تسيل. أنا يا منير رمك للحقدي من ناس لحم ير وانا عف ما يصل ريخ، انا ما اذكر دايم خالدي تحكي بها لجيال جيلا بعد جيل، احنا رجال العز يا ارض شهدي واهل الكرم والجاف دمى فينا بخل، واحنا السيوف القاطعه والمردي واحنا البروق الخاطفه في ما تمل، يا حنظله شل صيده من يدي شوش بها الجمهور بصوت الجميل همدح بها ربعي وديهم مسندي عزمها للفزعة تبدل بالطويل، وقت الشدايات كلنا نتوافدي لنصرة الأسلام يا نعم الرحيل، أبعن وإيكي وشيكي نرتدي ننفي الداعي وندعس بالصليل، وبورجب